بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نوجه التحية والإجلال والإكبار إلى أهلنا الذين يصمدون في وجه آلة القتل السعودية في العوامية. إن الجريمة التي يرتكبها النظام السعودي الوهابي ضد أهلنا في العوامية هي جريمة حرب برسم وصمت المجتمع الدولي الذي يصمت عن هذا العدو السعودي مراعاة لمصالحه الاقتصادية. إن أهلنا في العوامية اليوم بصمودهم ووقوفهم في وجه هذا النظام السعودي الوهابي يضربون أروع أمثلة في الصمود والثبات وعدم ترك مناطقهم التي تربوا وعاشوا فيها وترعرعوا هم وأجدادهم فيها. إن هذا الصمود اليوم هو محل إشادة كل الأحرار في العالم، وهذا الإجرام السعودي اليوم هو محل للخزي والعار من كل أحرار العالم لهذا النظام السعودي الوهابي المجرم.